الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير حلم البط في المنام للإمام العلامة محمد ابن سيرين طيب الله سراه. ما تنسوناش بلايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. هنبدأ أولا بتفسير البط الأبيض في المنام. في حالة رؤية الشخص لمجموعة من البط الأبيض في بيته، فهذا يشير إلى الخير والبركة الذين سيعودوا على الشخص وعلى بيته وأسرته، كما أنه يمكن أن يشير أيضا إلى سماع أخبار سعيدة في الفترة القادمة. ومن الجدير بالذكر أن رؤية البط الأبيض في المنام تشير إلى أن الرأي سيرزق بالكثير من الخيرات والأموال الطائلة. تفسير حلم تناول البط الأبيض. في حالة رؤية الشخص أنه يمتلك مجموعة من البط الأبيض ويقوم بتناولها، فهذا يشير إلى عدة تفسيرات وهي كالآتي: إذا كان الرأي أعزب، فهذا يشير إلى أنه سيرزق في الفترة القادمة بأموال كثيرة للغاية، كما أن الله سيرزقه بامرأة غنية وهي من ستعطيه كل هذه الأموال. يشير تناول البط الأبيض أيضا إلى أن الرأي ستكون حياته في الفترة القادمة مليئة بالهدوء والرغد، وسيعيش حياة هنيئة. في حالة كان الرائي فتاة غير متزوجة، فهذا يشير إلى أنها ستستطيع تحقيق أهدافها التي تسعى إليها، كما يشير أيضا إلى أنها ستحصل على قدر كبير من الخير والبركة. أشار الإمام ابن سيرين إلى العديد من التفسيرات التي تنتج عن رؤية البط في المنام، والتي تختلف باختلاف نوع الرأي، وتتخلص التفسيرات في الآتي: إذا كان الرأي تاجر ورأى البط يسبح في المنام، فهذا يشير إلى جنيه للكثير من الأرباح والمكاسب في تجارته. إذا كان الرأي رجل، فهذا الحلم يشير إلى حصوله على وظيفة بمركز مرموق، بالإضافة إلى تحسن أحواله المادية. في حالة كان الرائي رجل متزوج ورأى مجموعة من البط السمين، فهذا يشير إلى حصوله على الكثير من الأموال، وربما يرزق بمولود جديد. في حالة كان الرائي طالب، فهذا الحلم يشير إلى تفوقه في دراسته. إذا رأى الرجل مجموعة من البط المريض، فهذا يشير إلى أنه سيمر بفترة جفاف وفقر. يا رب احفظنا. في حالة رأى الرجل الفقير مجموعة من البط في المنام، فهذا يشير إلى حصوله على أملاك وعلى رزق كبير. هناك عدة تفسيرات حول رؤية المرأة المتزوجة للبط أو الأوز في المنام، ويختلف كل تفسير حسب شكل الحالم، وتتخلص هذه التفسيرات كالآتي: في حالة رأت المرأة المتزوجة لمجموعة من البط، فهذا يشير إلى السعادة الزوجية التي تعيشها. إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تأكل من لحم البط وكان طيب المذاق، فهذا يشير إلى الرزق الوفير الذي ستحصل عليه. وفي حالة رؤيتها بأنها تطهى البط، فهذا الحلم يشير إلى حصولها على مكسب كبير. إذا رأت المرأة مجموعة من الأوز في المنام، فهذا يشير إلى أنها سترزق بمولود جديد، ويمكن أن يشير أيضا إلى استقرار زواجها وأن مكسبها ورزقها حلال. وفي حالة رؤية المرأة المتزوجة أنها تذبح البط، فهذا يشير إلى الرزق الحلال. أما ذبح الأوز فهو يشير إلى زوج الإبنة، بينما يشير نتف ريش الأوز بأنها ستفشل في حياتها. إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تقوم بطهي أوز مشوي، فهذا يشير إلى أنها ستمر بفترة مليئة بالمشاكل والمتاعب.
في حالة رؤية المتزوجة في حلمها أنها تقوم بشراء الأوز، فهذا يشير إلى قدرتها على تحقيق الأحلام التي تتمناها في حياتها. وفي كل حال كان الأوز أبيض فهذا يشير إلى حدوث أشياء سعيدة. إذا رأت المتزوجة فراخ الأوز في المنام فهذا يشير إلى أنها ستنجب مولود جديد ذكر، بينما رؤية بيض الأوز يشير إلى أنها ستنال خيرا كثيرا في بناتها. في حالة رؤية المرأة المتزوجة الأوز أسود في المنام فهذا يشير إلى وجود امرأة منافقة تكن لها الكراهية والحقد. هناك عدة تفسيرات تدور حول رؤية الفتاة العزباء للبط في المنام، ويختلف كل تفسير حسب نوع الحالم وهي تتخلص في الآتي. إذا رأت الفتاة بطا يطير في منامها فهذا يشير إلى أنها ستسافر خارج البلاد، ويمكن أن يشير أيضا إلى زواجها. إذا رأت الفتاة العزباء في المنام البط يسير بسرعة فهذا يدل على نجاحها وتقدمها في حياتها. في حالة رؤيتها لمجموعة من الأوز يسبح في بركة ماء أو يسبح في بحيرة فهذا يشير إلى أنها ستنال التوفيق في حياتها. في حالة رؤية الفتاة العزباء لمجموعة من البط والأوز يطير في السماء فهذا يشير إلى أنها ستحصل على فرصة للسفر عما قريب. إذا رأت الفتاة مجموعة من الأوز في المنام فهذا يشير إلى أنها ستنال سعادة كبيرة وخيرا في حياتها. في حالة رؤية الفتاة أنها تأكل من لحم البط فهذا يشير إلى اقتراب موعد زفافها. في حالة رؤية الفتاة لبط مذبوح في المنام فهذا يشير إلى زوال الهم. كده يا اخوانا انتوا شفتوا البط يعني ما شاء الله يعني كويس وبيزيل الهم ورؤيته ما شاء الله جميلة. ما تنسوش بقى بلايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. ولا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا قراءة وردا يوميا من كتاب الله عز وجل، ولا تنسوا أيضا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة. فمن قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة لن يمنع من دخول الجنة إلا الموت، يعني اللي بيحل بين الإنسان وبين جنة الله عز وجل هو الموت فقط، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأيضا اللي يقرأ يا إخوانا آية الكرسي كل يوم قبل النوم مش هيشوف بإذن الله عز وجل أحلام مزعجة، هيشوف رؤية فقط والرؤية من الله عز وجل. وأيضا خلي بالكم قراءة سورة الملك كل يوم قبل النوم أو بعد صلاة العشاء، ففي حديث ورد فيها أنها منجية من عذاب الله في القبر. وحديث سورة الملك على فكرة حديث صحيح، علشان في صور الأحاديث بتاعتها ضعيفة، إنما حديث سورة الملك صحيح. وأيضا حديث آية الكرسي حديث صحيح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تنسوا أيضا أن أهل القرآن الكريم هم أهل الله وخصته، يعني الإنسان اللي دايما دايما حريص اللي هو يقرأ كل يوم ورد من القرآن الكريم دي بيبقى له مكانة عالية عند الله عز وجل. يا أخوانا الجزء الواحد من القرآن الكريم بيساوي 100,000 حسنة، ختمة القرآن الكريم بتساوي 3,000,000 حسنة، وهذا في شرط واحد فقط إذا تقبل الله عز وجل من العبد، والله عز وجل لا يتقبل إلا من المتقين، جعلني الله وإياكم منهم. ويكفي إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني في موت أحد كان بيسأل الصحابة رضي الله عنهم مين أقرأهم من الأول، يسأل مين أحفظهم لكتاب الله، يقولوا فلان، يقولوا قدموا جنازتها، وبعد كده المرتبة الثانية من أقرأهم، يعني كان بياخد الأفضل باللي حفظ القرآن وبعد كده باللي أقرأ. فإنت لو مش قادر تحفظه اقرأه، يعني أنا لو مش قادر أبقى في المرتبة الأولى أبقى في المرتبة الثانية، بس ما بعيدش عن كده. يعني الواحد ليكون مثلا
يعني ليكون صالح، ليكون تبع الصالحين، بس ما ينفعش يبقى ايه غير ذلك يعني. ما تنسوناش بقى بلايك وشير والاشتراك في القناة، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.